يعني الزوج ديال دنيا بطمة ترك تيغادر محكمة ديال قضاء الأسرة، تيرفض باش يعطي كلمة ديالو. كيما تتشوفوا يعني تم التأجيل ديال المحاكمة ديال دنيا بطمة والزوج ديالها ترك للأسبوع القادم. الآن تيغادر يعني المحكمة الابتدائية، المحكمة ديال قضاء الأسرة. تيرفض باش يعطي أي تصريح في هذا الموضوع. الآن غادي يتم يعني واحد شوية باش يخرج يعني السيارة ديال دنيا بطمة. يعني في هذه اللحظات غادي يتم يعني الخروج ديال الفنانة دنيا بطمة من محكمة قضاء أسرة. يعني تيغادر الزوج ديالها ترك في هذه اللحظات، كي تشوفوا يعني تيرفض يعني أي سؤال أو أي مستجدات. الغريب في الأمر يعني تتم يعني التأجيل ديال الجلسة المحاكمة الأسبوع المقبل على حد القول أحد. إخوان بالنسبة يعني هذا الجلسة ديال الطلاق كانت يعني واحد الشكاية أخرى اللي وضعتها دنيا بطمة بالزوج ديالها ترك في المحكمة الابتدائية من أجل يعني الابتزاز و هذا الباب ديال هيئة المحامين للمجاور لقصر العدالة بسيد يوسف ابن علي.
كما ذكرنا قبل انه كاين شكايه اخرى توضع دنيا بطمه بالزوج ديالها ترك. بالنسبه للشكايه يعني فيها الابتزاز، والتهديد، هذا على حد القول ديال الشكاية، وبعض أمور أخرى. لحد الان يعني مازال ما كاين حتى شي مستجد جديد. غادي نحاولوا باش نواكبوا متتبعينا الكرام بمستجدات جديده بهذا الملف.